باسمكم جميعا كل الإخوة والأخوات اللي من سلطات محلية عربية مختلفة ومن جمعيات مختلفة، بنشكر الدكتور ماهر حراني على استقباله الطيب. دكتور ماهر طبيعي لا يسقط الثمر بعيد عن كتافه، يعني عن الشجر كما يقولون، من العائلة الطيبة، من عائلة حراني، من أهلنا، من هذا الشعب الطيب اللي من كل احترام للمملكة الأردنية الهاشمية، طبيعي على إسهام الكبير لخدمة عرب الداخل. حقيقة يعني امبارح بالأمس كان الدكتور أحمد الحراني ما زال في الداخل عندنا، الداخل الفلسطيني، كان في سخنين. وبدي أعبركم يعني عن مشاعرنا. قديش إحنا كنا فوق 1,000 واحد في الاستقبال، 1,200 على وجه التحديد من كل المناطق، والكل طبيعي انبسط في وجود الدكتور أحمد الحراني يعني، والكل شكره على أول شيء على إنسانيته، على جذوره، على العمل الطيب، وعلى احتضانه لطلابنا في الجامعة الأهلية. ما بدي أحكي عن الجامعة الأهلية، طبيعي دكتور ماهر رح يعمل لنا جولة. أما الجامعة الأهلية قاعدة تبني لمجتمعنا مستقبل. الجامعات الأردنية يعني والجامعة الأهلية المتميزة بتبني لطلابنا مستقبل، والتعاون طبيعي مع مؤسسة ودد، الأخ أبو ثائر والأخ محمد بيعملوا عمل كبير جدا. وبعرف الدكتور ماهر مش من زمان، كان شهر 5 في بلده في سخنين وفي المثلث وفي الجليل، وطبيعي احنا سعدنا انه يعني نكون مع بعض كأهل كعائلة واحدة مع ناس من بلد ثاني. بالعكس انتم امتداد لنا، واحنا بحكي مع يعني ناس من بلد، بالنهاية بحس نفسي اني موجود معاكم بالنهاية. ف يعني تجربتنا في انه نجيب طلابنا من عندكم لعنا يدرسوا في الجامعات كانت أجمل وأحسن تجربة في حياتي. ليش؟ لأني حسيت أني بعمل شيء مفيد، أنه هالجيل اللي الأجيال اللي موجودة عندكم مش مسموح لها تتعلم بالجامعات العبرية، أنه نفتح لها مجال تتعلم عنا، هذا لحاله بيأسس لأجيال متعلمة تقدر تقود المجتمع عندكم. لأنه بدون علم وبدون ثقافة وبدون دراسة ما إلنا وجود، إحنا ننتهي، بالذات الفلسطينيين بدون ما يكون مسلحين بالعلم بيطحنونا ننتهي. وهذا اللي كان يحاول يعملوه عندكم إسرائيل، اللي هي سياسة التجهيل، وهي سياسة تبعوها بشكل منظم ومنهج. لكن الحمد لله ربنا بحبنا أنه فتح خطوط بحيث أنه طلابنا وأولادنا عندكم يتعلموا ويدرسوا في جامعاتنا، بغض النظر حتى جامعة عمان أو غير جامعة عمان، أنا بحكي بشكل عام. هذا الشيء بصراحة هو اللي غير المفهوم عندهم وغير طريقة التعايش، بحيث إنسان لما يكون متعلم ويتعامل مع الوسط الآخر مفهومه بغير مفهوم اللي أمامه أيضا. يعني لما أنت بتعلم واحد متعلم بتعامل مع واحد متعلم من اللي هو اليهودي أو إسرائيلي أو الآخري، طريقة التعامل هتختلف، بالتالي هيفرض احترامه. لما يفرض احترامه حيثبت نفسه ويثبت جدارته، لأنه الذكاء موجود، التحدي موجود، والإرادة موجودة. فالحمد لله أنه يعني أعطانا الفرصة أنه نعمل شيء نفيد بلدنا فيه، لأنه ما كان في أمامنا طريقة أنه نخدم بلدنا. طلعنا ما كان في أمامنا طريقة مباشرة أو غير مباشرة نخدم بلدنا، فالحمد لله أنه أجت إنشاء هاي الجامعة مشان نعمل شيء ولو بسيط يعني نخدم فيه البلد، لأنه أنتوا أحسن منا صراحة. يعني أنتوا ضليتوا، إحنا طلعنا، واللي ضل بتمسك في أرضه أحسن من اللي طلع، فبالتالي يعني احترامكم موجود عنا. استمرت الله فيه، وإن شاء الله أنكم تضلكم ثابتين يعني. إحنا ما يعني ما تتغير وجودكم ونفسكم. كانوا بتعرفوا أنا حاولنا نأسس جامعة هنا، يعني صح. حاولنا نعمل جامعة بست الطرق، لكن حاربونا يعني ما عرفنا نعمل الجامعة، ما أعطوناش تراخيص. معروف يعني مش حيعطونا تراخيص فين يعني راح توفر عليكم مشقة وعذاب تتعلموا برا، يعني بدل ما تطلعوا الأردن تصير في موجودة في الجليل أو في الناصرة. حاولنا في الجليل إحنا على فكرة، لكن ما بشتش الأمور أو ما زبطت. يعني إن شاء الله إنه نستطيع يعني في يوم من الأيام نأسس جامعة، وتأسيس الجامعة شرف لنا، لأنه راح نحاول نضل على تواصل عن قرب مع أهلنا. بيروز، لكيمار، عادل إمام، بس هي مصير.
في حدا ما غناش مصر عملاق على المسرح آه. هو الوحيد اللي شغال مسرح غير عمدان ومحمد عباس اكبر من شخصه من بناء عمان مسرح جامعه عمان ما في تاخذ حضرتك كيف تسمع حوالي 7 48 تحديدا لانه انتم اكثر الناس اللي ظلمناكم في الامه العربيه كلها هجرناكم اول مره نسمع حد واحد يقول ظلمناكم على 48 والله ظلمناكم بعترف بالظلم هجرناكم هجرناكم بقول لك هجرناكم انتم صبريتوا انه ظلوا تحبونا وما تهجرونا اكيد فكلنا في النهايه رضخنا ورجعنا مجال الصواب وإن شاء الله إنه نكون وكانت يعني تعرفوا جامعة عمان اللي هي الجامعة الأولى واللي راح تظل إن شاء الله الجامعة الأولى اللي تلقت الطلاب 48 وأهالي الطلاب 48 ووقفت معهم وقفة يعني حقيقية في اللحظة اللي كانوا الناس في الأردن وفي معظم الأماكن يتهموا الجامعة بأنها جامعة مطبعة وجامعة فوقها وجامعة تحتها لأنه وقفنا مع 48 لكن بعد فترة قصيرة من الزمن اكتشفوا انه احنا الصح وهم كلهم اللي كانوا خطأ فحنا بنتفاخر دائما انه يعني وقفنا مع 48 وراح نضل نوقف مع 48 وراح يظلوا اولادكم هم اولادنا قطعا بلا نقاش كل طالب في الجامعة عمان الآلية من 48 انا شخصيا اب له وبوصي كل العمداء وكل الاخوان في الداريين انه احنا فعلا اباء لكل من تخط رجليه في هذه الجامعة لأنه فعلا رسالتنا كبيرة مش بس احنا دكتور احمد ايضا انتم بجوز عارفينه وعارفين اكثر مني يعني هو رجل يعشق 48 ويعشق فلسطين ويعشق مساعدة 48 فالحمد لله رب العالمين احنا كلنا ان شاء الله يد واحدة بإذن الله نوقف معاكم ونساعدكم ومع طلابكم اللي هم أولادنا إن شاء الله تعالى وأحبتنا وأهلنا فإلكم منا كل الدعم وإلكم منا كل المحبة وإلكم منا كل الاحترام وكل التقدير أهلا وسهلا فيكم بتمنى تكونوا مع الأخ ماهر يعني زبطوا يعني إن شاء الله أنا وجودي بعدين أجمع الأخرين الوقت متأخر المديرين وما بين الهيئة الأكاديمية تألف منقطع النظير حقيقة مش موجود ولا في مكان آخر ولا في جامعات موجودة في الأردن ولا يمكن في أماكن أخرى فالحمد لله رب العالمين الجامعة ما تبخل على نفسها وعلى إمكانياتها الجامعة فيها صالة الأرينا اللي يمكن الطلاق عليها وهي صالة الجامعة في الشرق الأوسط الصالة هذه فعلا مفخرة للأردن كلها ولما الدولة الأردنية تحتاج تعمل احتفال كويس بتوديها على الأرينا وبنخل جامعة هم يكون عندهم احتفال في الأرينا عندنا مركز الدكتور أحمد الحراني للتعلم الإلكتروني وهو المركز الوحيد أيضا في الشرق الأوسط كلها وهذا المركز الآن بعد ما أنشئ ويعني الأمور استقرت الآن يعمل على إنتاج مواد تدريسية إلكترونية لتدريس مواد حقيقة يعني إن شاء الله في حالة استكمالها الكل راح يلمس هذا الفرق الهائل اللي موجود بينها وبين التدريس المباشر لانه في انيميشن كامل في صور في يعني الانسان على سبيل المثال لما يتعلم عن مرض السكر في كليه الصيدلي يتعلم بالورق وبالكتاب بتعلم شيء لكن اللي زي هم مهندس يعني ملوش خلق لا يقرا كتاب عن ولا شيء بس لما طلبت من الاخوان في المركز يعملوا لي زي بروتوتايب زي يعني بايلوت هيك ربع ساعه عن اي شيء بدهم اياه يعلموني على التعلم الالكتروني شو بيقصدوا فيه يعني انا كنت لسه في الوطن العربي في واحد في قطر الشيخ ابوزه واختار الاردن الشيخ ابوزه على طريق الدكتور عبد المالك اللي هو ممثل الشيخ ابوزه اختارونا احنا جامعه المان حاضن المشاريع الرياديه هاي المشاريع الرياضية يعني بيخلوا بشوفوا الشباب الموجودين خارجين الجامعة مين عنده أفكار كويسة أو مين عنده مشروع معين بيعملوا كوميتي بدرسوها بشكل كوميتي بدرسوا هذا المشروع وبيعملوا شركة هم على حسابهم بيأسسوا شركة
هاي راس مالها 500 مليون دولار. هاي الشركة بأسس شركات للشباب الصغار، بيعطوهم شركة بيشرفوا عليهم سنة سنتين بعدين بيتركوهم. شركات مبدعين، شركات مبدعين، شركات هي مشاريع بسموها المشاريع الصغيرة يعني. مبدعين بيأسسوا شركات للشباب، فبيختاروا. هلا رح تصير جامعة عمان هي الحاضنة يعني، هي الجامعة الأساس، كل الشباب اللي في كل الجامعات بدمجوا عليها حتى يقدموا مشاريع. وهي يعني جديدة اليوم بعثوا لنا إياها. مبروك. دكتور باسم الإخوة والأخوات اللي ينفذوا جمعيات وسلطات محلية عربية، حقيقة على استقبالنا بحس عند أهلنا. دكتور صادق حامد رئيس الجامعة المعية الطبيعية أبو أحمد، ومعية دكتور أحمد بالأمس كيف تفضلت أنه كرم طبيعي دكتور أحمد وغيره أضاح الإيمان على يد مؤسسات على الداخل على إنجازكم، إنجاز الجامعة والإنجازات الكبيرة. فإحنا بنبارك لكم حقيقة الإنجاز، بنبارك كمان المشروع الجديد اللي فيه وعي كبير جدا، قضية أن تكون الجامعة حاضنة للمشاريع الريادية، وهذا إنجاز كبير. كل الإخوة والأخوات اللي هون الأغلبية درسوا في الأكاديمية الإسرائيلية، سواء بدأ بحالة حيفا والقدس وكذا، وما انكشفنا عمليا لإنجاز شعبنا. إحنا من يوم ليوم بتعمق عنا يعني إنجاز كبير لشعبنا، وهذا بيعطينا رضا وبيعطينا اقتناع إنه شعبنا بألف خير إن شاء الله دائما. مش بس كنا نشوف جامعة القدس ولا جامعة تل أبيب ولا جامعة حيفا وما كانش عنا هذا الانكشاف، إحنا كمان نشكركم إنه على طلابنا اليوم. كيف حكوا الإخوة قبل شوي مع أبو أحمد، يعني نشكر حقيقة الأردن بملكة وشعبها إنه احتضنوا طلابنا اللي تقريباً يعني في الأهلية 1000 طالب من مجموعة 7000 طالب، وهذا إنجاز كبير من حيث طلابنا سفراء لكم في الداخل اللي مديح على العلاقة، على الأمان، على الاهتمام، على المسؤولية. وفي نفس الوقت أدي رضا الأهالي كمان يعني من الداخل. في نفس الوقت إحنا الأردن نشكرها حقيقة في ملكة وشعبها إنه مكنتنا في الحج المنفريضة عند المسلمين والطلاب، والدول الوحيدة اللي تيجي بسيارتك بدون فيزا ميني عمليا هي الأردن، هي الدول العربية الوحيدة. وإحنا نتمنى إنه للشعب الأردني لأهلنا تضل العائلة الوحدة في أمان في استقرار. ويعني وسمعنا من أبو أحمد وكمان دكتور أحمد قديش الحمد لله المجتمع الأردني موحد وعائلة واحدة، يعني هذا كان رسالة امبارح طمأنينة دكتور أحمد الحراني إنه يكونوا في وعي البال في وعي في وعي شعبنا موحد في الأردن بالأخص بالأرينا سبيس. نتمنى إنه نشوفكم مرة ثانية، وأرجو إنه تكون إقامتكم بالفندق ممتعة وسعيدة، وأتمنى لكم التوفيق برحلتكم إلى الأردن. إيه نعم، في الواقع إنه خريجي إحدى الدورات اللي في جامعات حبيبة فرع سخنين بادروا المشاركين أنفسهم لجولة لثلاثة أيام عمليا في الأردن، الأخوة والأخوات من جمعيات عربية مختلفة وفي نفس الوقت من سلطات محلية عربية من الجليل، طبيعي برفقة المرشد الطبيعي الأخ رافع أبو ريا، وبتنظيم الأخت جمالات قادري والزميلات والزملاء. نحن على مدار 3 أيام التقينا عمليا بمدير الجامعة الأهلية الأستاذ البروفيسور حامد عمليا، وكان لقاء في الجامعة وتعرفنا على أقسام الجامعة، وكمان وقفنا على وضع طلابنا هناك في الجامعة الأهلية. تعرف الجامعة الأهلية 8000 طالب يدرسون، وأكثر من 1000 طالب من عرب الداخل من كل قرانا ومدننا العربية. إحنا وقفنا على يعني ماذا يجري طلابنا، أهمية الملاحقة، والدكتور ماهر الحراني اللي نشكره كان هو عمليا في استقبالنا، استقبلنا في بيته العامر وفي جامعته عمليا هذه العائلة يعني اللي كل شكر وتقدير إلى عائلة الحراني متمثلة بدكتور أحمد والدكتور ماهر، هذه العائلة الطيبة اللي عمليا فتحت المجال لطلابنا.
وكمان بتعرف يعني بتنظيم أبو الثائر مؤسسة وتد لمثل هذه المبادرة، قالوا لنا إنه رح لهذه السنة يكون يعني زي إدارة خاصة تعنى في قضايا الطلاب العرب، متابعة قضايا الطلاب العرب الداخل، في قضايا عديدة حتى نتجاوز كل الإشكاليات. وفي نفس الوقت إحنا اليوم متواجدين، أنت تعرف في أمامنا هنا جبل القصور وفي نفس الوقت جبل القلعة، والإخوة والأخوات من الجمعيات المختلفة شافوا مسارات سياحية لمجموعات اللي عندنا. أنا أعتقد أنه بتعرف الأردن إحنا نعتز بهذه الدولة، بهذه المملكة الأردنية الهاشمية متمثلة بملكها. هذه الدولة تفتح عمليا أمامنا طلابنا الدراسة في عمان، وفي نفس الوقت تخدمنا يعني الدولة بدون فيزا ندخل إليها، فنكون لها كل التقدير. وفي نفس الوقت الحج والعمرة من خلال الأردن، احنا نعرف انه كمان الجو الحمد لله كيف أخذنا انطباع مريح، هناك أمان و يعني أمان فردي وأمان جماعي، نخرج بالليل الساعة 12، الساعة 2 ليلا تعود إلى مكان السكن وبأمان. ونأمل لهذه الدولة لهذا الشعب وشعبنا كل خير وكل بركة وكل أمان، لأنه إحنا جزء من هذا الشعب وإحنا جزء من هذا الوطن. فكما مرة نعود ونشكر الدكتور ماهر الحراني، نجد الدكتور أحمد الحراني، الدكتور أحمد اللي قبل كم يوم كان بسخنين وكرم في سخنين أمام 1200 شخص على عمله الكبير يعني الدكتور أحمد، وحضر إلى سخنين، سخنين بلده. وأنا أعتقد أنه حضوره إلى سخنين الدكتور أحمد الحراني هذه كان يعني يوم كبير لسخنين، للجليل، لعرب الداخل ولكل قرانا ومدننا. وكما تعرف يعني المجموعة الحمد لله اكتسبوا كيف قلت يعني مواد تاريخية على الجامعة، مسارات سياحية، وحتى يعززوا التواصل السياحي والحضاري والثقافي. فنأمل تكملة كمان إن شاء الله خير للمجموعة.